أولى فقراتنا نور لليوم مع التميز والإبداع أكيد الذي حققته سوريا بتتويج فريق الأولمبياد العلمي السوري بميداليتين فضيتين ضمن الأولمبياد العلمي للرياضيات نظمته روسيا بعد مشاركة 616 طالب وطالبة مثلوا 105 دول. اليوم ضمن صباحنا غير رح نحكي أكثر عن هالإنجاز العلمي، أكيد بيسعدنا أنه نحكي مع الطالب المشارك عبد الكريم نبيل السيد رمضان، طالب ثالث ثانوي. سعد صباحك ومبروك الانجاز والتميز. صباح النور. يسعد صباحك. دائما الطلاب السوريين بيفاجئونا بالتميز والابداع، بس يمكن اليوم اختلف هيدا التميز والابداع ضمن الاجراءات الاحترازيه. يمكن كثير من تفاصيل حياتنا اليوميه اختلفت ومنها وسائل التعليم ضمن هي الاجراءات. خلينا نحكي عن تجربتك بالاولمبياد العلمي مع هي الاجراءات بشكل افتراضي، كان الموضوع نوعا ما مختلف. طبعا انا هي المشاركه العالميه الثالثه لي. عاده بيتم جمع الطلاب المشاركين من الدول المختلفه في الدوله المستضيفه، ويتم اجراء الامتحان في قاعه واحده كبيره، تكون غالبا ملعب كره سله كي عشان تسع العدد. هي السنه بسبب كورونا تم الاعلان بشهر 6 قبل شهر من موعد المسابقه انه الاولمبياد ما رح يصير بمدينه سان بطرسبرغ بروسيا مثل ما هو مخطط، ورح يصير عن بعد ورح يتاجل شهرين لشهر ايلول. طبعا بنفس الوقت عاده بيكون في تنظم هيئه التميز والابداع ملتقيات تدريبيه للطلاب لتاهيلهم للمسابقه العالميه. كمان هاي السنه التغى هذا الموضوع وصار التدريب كله اونلاين عن طريق التواصل مع اللجنه العلميه المركزيه. تمام، يعني انتم قدرتوا تتعاملوا مع جائحة كورونا رغم الشيء اللي صار، ولكن بتميزكم بتقديمكم والحماس ضل نفسه. يعني احكي لنا كيف كانت هيك التحضيرات، كيف كانت المنافسة عن بعد؟ دائما المنافسة المباشرة غير ما بتكون اونلاين او عن بعد، احكي لنا كيف كانت. طبعا التدريب كان عن طريق اللجنه العلميه المركزيه، كانت ترسل كل اسبوع وظيفه يطلب من الطلاب حلها وكتابه الحلول وارسالها، ومن ثم تقوم اللجنه العلميه بتصحيحها ويعني ارسال الاوراق المصححه. طيب خلينا نحكي عن الاولمبياد العلمي للرياضيات، تم بمشاركه عدد من الطلاب ودول عديده. خلينا نحكي عن هي المشاركه، ويمكن الرياضيات عند كثير من طلاب وكثير من الناس اللي عم يتابعونا بالذاكره هو نوعا ما من اصعب المواد بيعتبروها. طبعا هيك كثير كثير بسمعها انه الرياضيات اصعب ماده عند كثير من الطلاب. عندك الموضوع مختلف. هلا الموضوع مو بس عندي، بالاولمبياد العلمي يعني واحد من اكثر الفرق العلميه تميزا بالاولمبياد العلمي بالمشاركات الدوليه هو فريق الرياضيات. هي السنه تم انجاز ميداليتين فضيتين وميداليه برونزيه، وهي المره الاولى لسوريا اللي بتحقق ميداليتين فضيتين بنفس العام. طبعا المسابقة تمت بسوريا بهيئة التميز والإبداع تحت إشراف اللجنة المنظمة بروسيا وتحت مراقبة الكاميرات، بالإضافة لإرسال مفوض معتمد من اللجنة المنظمة لضمان نزاهة وسلامة الامتحان. حلو كتير. طيب خلينا نحكي ايضا، انتم اخذتوا الميداليتين الفضيتين، دائما بس ناخذ نحن اي شيء بنطمح للافضل، يعني مثلا في شغلات هيك صغيره ممكن نحن نتفاداها يمكن بهذا الامتحان لنقدر نحقق شيء ثاني، حابين تعملوا شيء اكبر من هيك؟ انا بالنسبه لي هي المشاركه الاخيره، لكن بالنسبه لزملائي هيك بعض الفريق الوطني كان نصه من صف البكالوريا نصه من صف الحادي عشر. والطالب الاخر اللي جاب الميداليه الفضيه هو صف حادي عشر وعنده مشاركه قادمه السنه الجايه، فهو عنده فرصه كبيره ونتامل فيه ان شاء الله انه بيجيب الميداليه الذهبيه السنه الجايه. طيب ضمن الاولمبياد العلمي حضرتك صف ثالث ثانوي، يمكن هي مثل ما قلت المشاركه الاخيره، بس دائما في استمرار للطلاب، هي حلاوه العمل والعلم ضمن الاولمبياد العلمي.
ممكن تكون بين الكادر التدريسي، تشارك بتدريب وتأهيل الطلاب من خلال خبرتك. هذا الشيء كمان قديش بيعطي يمكن ثقة بنفسك، وبنفس الوقت تعامل مع الطلاب لما يشوفوا حضرتك مثال لإلهم وقريب من عمرهم وحققت إنجازات، قديش فعلا تعطيهم تشجيع وحافز. طبعا عائلة الأولمبياد هن المتسابقين اللي بيكونوا من طلاب المدرسة، بيرافقهم دوما عدد كبير من الطلاب القدامى من طبعا. أبناء الأولمبياد اللي جابوا جوائز بمسابقات ماضية، وهلا هن طبعا بالمرحله الجامعيه ما عاد يحق لهم يشاركوا، لكن استمروا بالتدريب واستمروا بالتواصل مع هيئه التميز والابداع، وعم يعني الانجازات هي عم تجي من ضمن هي الخطه رح من جهودهم. قديش هيك شيء بيأثر فيك؟ انا ناوي ان شاء الله انه انضم لعائله التدريب اول ما تبدا المسابقات، لسه ما بدات. عم بلشت اتواصل مع رفقاتي اللي تخرجوا انه كيف بدنا ننسق، وين بدنا ندرب، وين بدنا ندرب. حلو كثير. كمان خلينا نحكي انه كانت المنافسه بين 105 دول للاولمبياد العلمي للرياضيات، يعني ما كان شيء سهل، فانتم عم بتنافسوا 105 دول، ما عم ننافس مثلا 105 شعب او صف. خلينا نحكي كيف كانت هيدا المنافسه بالتحديد، لانه يعني مسؤوليه كبيره هلا صارت، وشو الدول اللي دخلت معكم؟ هلا ما رح نعدهم كلهم طبعا. سوريا بدات بالمشاركات الدوليه من عام 2009، ومن عام 2009 كان عدد الدول المشاركه يفوق ال 100. هي السنه سوريا حققت المرتبه 47 على مستوى ال 105 دول. نحن عم نحكي انه تجاوزنا عدد دول اوروبيه مثل سويسرا، الدنمارك، بلجيكا، فنلندا ودول اخرى. بالإضافة لهي السنة تصدرنا قائمة الدول العربية اللي من ضمنها تونس، الجزائر، مصر والسعودية. كانت السعودية دوما هي تتصدر. هي السنة للمرة الأولى سوريا تصدرت قائمة الدول العربية. حققنا المرتبة، نفس المرتبة يعني بنفس مجموعة الدرجات لدولة نيوزيلندا، وان شاء الله بنطمح انه يعني نصير من الدول العشر الاول. قديش جميل لما تقول سوريا تصدرت على جميع الدول اللي ذكرتها، والطالب عم يعيش نوعا ما بظروف استثنائيه وصعبه، لما يقولوا لك انت سوري اكيد مبدع، بس ما بيقولوا لك كيف قدرت فعلا تحقق هيدا التميز ضمن هي الظروف. طبعا الفريق السوري يعني حقق انجاز متسارع على مدى العشر سنين، يعني على مدى 11 سنه مشاركه. نحن معظم الدول اللي عم تنافس معها بتشارك بالاولمبياد من اكثر من 20 سنه او اكثر حتى. الاولمبياد الدولي بدا تنظيمه من 1959، يعني نحن جداد لسه على المسابقه. مع هيك خلال 11 سنه تم انجاز 5 ميداليات فضيه، يعني التقدم السوري يعني فعلا ملحوظ على مر الوقت. تمام، خلينا نحكي بختام حديثنا معك، كيف كانت التجربة وشو قدمت لك؟ يعني يمكن حكيت لنا انه كانت تجربة ممتازة نوعا ما بالنسبة للمنافسة بين الدول، ولكن كشخصيتك عبد الكريم شو اضافت، شو اعطتك؟ طبعا الأولمبياد العلمي ضاف لي علاقات قوية مع الطلاب اللي من مثل عمري بنفس اهتماماتي بطموحات متشابهة. تواصلنا، كنا كثير نتساعد بالتدريب، ولهلا علاقاتنا مستمرة. بالإضافة للتواصل مع أكاديميين على المستوى الرائد يعني بالقطر، اللي هن باللجنة العلمية المركزية للأولمبياد. بالإضافة للجوائز اللي بتعطي قوة في حال التقدم، يعني لأي جهة خارجية أو داخلية ومعترف فيها يعني. طيب شو الفرع اللي حابب تدخله بالبكالوريا بعد هاي الإنجازات العلمية، ولا لسه ما حددت؟ لسه ما حددت. طيب نتمنى لك التوفيق الطالب نبيل، عفوا الطالب عبد الكريم نبيل السيد رمضان، طالب بالأولمبياد العلمي السوري للرياضيات. نتشكرك أكيد وحائز على الميدالية الفضية. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك وأهلا وسهلا.